أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية، ولكن بعد أهم العناوين. في الهيئة نت، ميليشيات مسلحة تقتحم مسجدا شمال شرقي بعقوبة وتقتل مدنيا وتختطف 4 آخرين. في المدى، السنة والكرد والأقليات مع تأجيل الانتخابات إلى نهاية 2018. في كتابات، كردستان تقبل تصديره عبر بغداد، النفط مقابل الاستحقاقات المالية للإقليم. في الجزيرة نت، ترامب ينفي نقل السفارة الأمريكية للقدس خلال عام. في العرب الجديد نقرأ، انتخابات العراق، حزب البارزاني ينأى بنفسه عن التحالفات والسليمانية تخطط للوراثة. في القدس العربي، تيلرسون، أمريكا ليست لديها نية لإنشاء قوة حدودية في سوريا. وفي الحياة، قصف عفرين تمهيداً لاجتياحها والأكراد يتوعدون إردوغان. هل هناك لهذا الوطن الحزين وأهله الصابرين المحتسبين حظ أغبر من أن يصبح سلعة بائرة يتقاذفها 3 من العيارين؟ الأول هو المختار، والثاني هو المحتار، والثالث نفاخ النار. الأول تعرفونه وتعرفون أصله وفصله وعمق طائفيته وتعصبه وجهله وشراهته للمال العام والوجاهة والزعامة وإصراره على قتل آخر حفيد ليزيد، وطبعا الكاتب يقصد المالكي والعبادي والعامري الذي ينفخ النار. هذا كان جزءا من مقالة للكاتب إبراهيم الزبيدي في صحيفة العرب اللندنية، نتابع. ومن قبل أن يجلس حيدر العبادي على الكرسي المذهب، جمح الخيال بكثير من العراقيين ومن العرب والأجانب، فتوهموا بأن العراق على يدي هذا القادم الجديد سينام ليلة واحدة فقط ليفيق في صباحها التالي وهو بلا طائفية ولا محاصصة ولا عمولات ولا صفقات ولا مفخخات، وبأن المواطنة أي مواطن سينعم بالحرية والكرامة ويساوى في فرص العمل وأمام القانون، فلا يكون هناك فرق لا حكوميا ولا شعبيا بين عضو في حزب الدعوة أو أي ميليشيا أو حزب متحالف معه تحت عباءة الولي الفقيه، وبين مواطن بلا حزب ولا مرجعية. وأن نوري المالكي وولده وسهريه ووزرائه ومستشاريه لن يطلع عليهم نهار حتى نرى البطل الوطني الشجاع حيدر العبادي يسوقهم جميعا إلى ساحة القضاء العادل المستقل، لا للانتقام والثأر، ولكن من أجل حماية الغد من الفساد والمفسدين ومن الظلم والظالمين، ولإثبات أن الدولة الجديدة ليست امتدادا لدولة مختار العصر، ولا تشرب من لبنها ولا تعيش على هوائها المسموم، وأن رئيس الوزراء الجديد لا يخشى في الله لومة لائم ولا يتستر على أحد حتى لو كان من رفاقه في الحزب العتيد. ويضيف الكاتب، جمح الخيال بكثير من العراقيين ومن العرب والأجانب، فتوهموا بأن العراق على يدي حيدر العبادي سينام ليلة واحدة فقط ليفيق في صباحها التالي وهو بلا طائفية ولا محاصصة ولا عمولات ولا صفقات ولا مفخخات، حتى أوشكنا جميعا أن نصدق بأن هذا الحيدر العبادي سيفاجئنا بقرار خروجه العاجل من عباءة حزب الدعوة وإعلان براءته من الطائفية ليصبح رئيس وزراء جميع العراقيين، فيدخل التاريخ وهو حبيب الشعب وزعيمه الوطني الشريف. طبعا العكس من ذلك. الوثيقة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وممهورة بتوقيع السيد مهدي محسن العلاق الأمين العام لمجلس الوزراء
يمكن اعتبارها فضيحة من الوزن الثقيل في السذاجة الإدارية التي نعاني منها منذ سنوات طويلة. بدا الكاتب أو الكتاب المعنون إلى مؤسسات الدولة كافة وكأنه يتعمد اقتراف أكبر قدر ممكن من الإساءة إلى المواطن العراقي وإطلاق الكثير من الأسئلة، إذ كيف استطاع مهدي العلاق أن يصدر إعماماً للعراقيين يحذرهم فيه من عدم تسلم بطاقة الناخب؟ والأغرب أن مجلس الوزراء الذي يعمل فيه مهدي العلاق موظفاً مرموقاً أنكر معرفته بالأمر. إنها فضيحة من العيار الثقيل حسب ما جاء في مقال للكاتب علي حسين نشرته له صحيفة المدى. من باب إهدار الوقت فيما لا ينفع أن ينشغل أحد بتحليل رد رئيس الوزراء واستغرابه أو الرد على ما اشتمل عليه كتاب مهدي العلاق من إهانة لملايين العراقيين، هنا يجب التوقف عند الطريقة التي صدر بها الكتاب وطرح سؤال بسيط: هل تعمد مكتب رئيس الوزراء ومعه الأمانة العامة أن يظهرا على هذه الصورة المثيرة للشفقة حد الفضيحة لصرف الأنظار عما حصل من تحالفات عابرة للوطن؟ قبل الإجابة يصح أن نضع سؤالا آخر بعد فضيحة كتاب أمانة رئاسة الوزراء، هو إذا كان مكتب رئيس الوزراء قد تقمص دور الذي لا يعلم بالفضيحة وادعى أنه لا يجبر أحداً على الانتخابات ولا يرضى بتهديد مواطن، فلماذا لم يستغل الفرصة ويطبق القانون بحق موظف كبير استغل منصبه ليرفع العصا بوجه الملايين مهدداً بقطع أرزاقهم؟ والسؤال الأهم: من هو المسؤول عن الحالة التي وصلنا إليها؟ إذا أردت جواباً مختصراً ومقتضباً فأن العراقيين أنفسهم يعيشون في سباتهم واستقالتهم من أدوارهم ومن مستقبلهم، والبعض منهم عينوا أنفسهم مدافعين عن الساسة الطائفيين، بل إن البعض لا مهمة له سوى إشاعة عبارة هذا من جماعتنا. ويضيف الكاتب: كتاب العلاق جدير بالدرس لا بالقراءة فقط، إنه صورة لما هو عليه الحال في العراق الآن، إنه يشبه حكاية الإصلاح التي خدعنا بها السنوات الماضية. كنت أبحث عن موضوع لزاويتي ونويت أن أكتب مقالاً عن عودة الوعي عند توفيق الحكيم، ولكنني خفت أن يسخر مني القراء فيرمون الصحيفة جانباً، فأنقذني مهدي العلاق وواجب الامتنان يلزمني تقديم الشكر له، هكذا يقول الكاتب. مع اقتراب موعد الانتخابات وإعلان تشكيل الكتل الانتخابية والتحالفات، خرج إلينا السراق بلباس جديد، لباس التحرير والنصر والإصلاح والقانون، مع العلم أنه لا وجود لهذه البرازخ في قواميس هؤلاء الدعاة. فبعدما أسس العبادي رئيس الوزراء العراقي قائمة النصر والإصلاح، تسابقت عليها الثعالب السياسية، وانتزع قادة الحشد الشعبي ثوب الجهاد ليرتدي ثوب السياسة واستنزاف الأموال ليعودوا لما كانوا عليه سابقاً. هكذا ورد في مقال للكاتبة زينة كاظم في موقع كتابات. أبى هؤلاء العسكريون وبزعامة المالكي إلا أن يوجهوا الضربة القاضية التي ستشل حركة العبادي وتسقط نشوة النصر من خلال تحريك خلاياهم ومرتزقتهم بتنفيذ تفجيرات إرهابية. خلال يومين حصل أكثر من 3 تفجيرات في بغداد وبالقرب من المنطقة الخضراء لإسقاط العبادي من أعين من صدقوا تفاهاته من الأغبياء. لم يأبهوا لحرمة الوطن ولا الدين ولا الشعب الأعزل، فمن أجل الكرسي والمنصب احترقت بغداد بالأمس واليوم، فراح ضحية لخلافاتهم عبد الباسط الرجل المسن عامل النظافة، وسلام محمد عامل البناء الذي قدم من مدينة البصرة إلى بغداد من أجل رغيف الخبز، وغيرهم الكثير من الشهداء. كل هذا حصل وسيحصل والجميع منشغل بالانتخابات، حتى مرجعية السيستاني لم تحرك ساكناً، وهي تعلم علم اليقين أن من وراء هذه التفجيرات الأحزاب التي خرجت من تحالف العبادي أمثال بدر والمالكي والعصا. وتضيف زينة كاظم: هكذا انتهى اليوم مليئاً باللون الأحمر الدموي وسط مراقبة المسؤول عن كثب لكل ما يجري ووسط سكون المرجعية المدهش، فمتى تتكلم الخرساء وقد ضاعت الأشلاء ما بين المتحالفين السياسيين الدخلاء؟
ابتدأ الماراثون الانتخابي العراقي مبكراً، وبات الكل يهرول باتجاه التحالفات عبر تفتيت التحالفات القديمة وإعادة إنشاء تحالفات جديدة وفق عملية بات العراقيون يتندرون عليها بإطلاقهم على ما يحدث عملية إعادة تدوير السياسيين في العراق. فالوجوه القديمة المسيطرة على المشهد السياسي برلماناً وحكومة، موالاة ومعارضة، بيوتات أو كتلاً شيعية وسنية وكردية، تعيد إنتاج نفسها وفق قوانين لعبة قديمة متجددة، كما يرى الكاتب صادق الطائي في صحيفة القدس العربي. بينما تصر الكتل الشيعية على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر منتصف مايو المقبل، يرى المراقبون أن سبب هذا الإصرار هو محاولة استثمار الكتل الشيعية لزخم النصر على تنظيم داعش وتحويله إلى رصيد انتخابي، كما أن الأحزاب الكردية بأغلبية واضحة تفضل تأجيل الانتخابات لأن الأقليم من وجهة نظرها ما زال تحت تأثير صدمة فشل الاستفتاء على انفصاله الذي أجري في سبتمبر الماضي، والذي أدى إلى تفتت وانشقاقات في الأحزاب الكردية ما زال الشارع الكردي يعاني تداعياتها، بالإضافة إلى الواقع الاقتصادي المتردي الذي يعيشه المواطن الكردي نتيجة ضغوط حكومة بغداد التي بات الشارع الكردي يرى فيها عقوبات تفرضها عليه الحكومة الاتحادية نتيجة إقدامه على الاستفتاء، باستثناء حركة تغيير المعارضة التي تصر من جانبها على إجراء الانتخابات في موعدها نكاية ومعارضة للحزبين الكبيرين اللذين تحملهما الحركة مسؤولية ما وصل إليه الحال الكردي من ترد. والكتابة عن العملية الانتخابية وهي في طور التشكل محفوفة بالمحاذير، لأن الحراك السياسي ما زال معتملاً من دون أن يستقر بشكله النهائي، وإعلان مجلس القضاء الأعلى رفض طلب تأجيل الانتخابات الذي تقدم به رسمياً رئيس البرلمان العراقي ورئيس الحزب الإسلامي سليم الجبوري بداية يناير الجاري لينهي مؤقتاً السجال حول تأجيل الانتخابات البرلمانية الذي تطالب به أغلب الكتل والأحزاب السنية، معلنة أسبابها كون المدن السنية ما تزال تعاني وما زال الملايين من أهالي تلك المدن يعيشون في معسكرات إيواء النازحين، ولا يعرف على وجه الدقة متى سيعود المهجرون إلى بيوتهم. تدور مناطق حزام بغداد في دائرة الاستهداف والتضييق الحكومي منذ سنوات عديدة، فبين عمليات التفتيش المستمرة وكثرة الحواجز الأمنية وإغلاق الطرق ومنع الدخول أو منع الدخول إلا ببطاقة خاصة، يعاني أهالي تلك المناطق تحت وطأة العيش هناك، بينما يؤكد بعضهم أن معاناتهم ناجمة عن الاستهداف السياسي بحسب تقرير نشرته صحيفة العربي الجديد. وتعد هذه الإجراءات في تلك المناطق روتينية مستمرة، إذ إن القوات الأمنية والحشد تتخذانها بين فترة وأخرى تحت مسمى ضبط الأمن وتأكيد المعلومات الاستخبارية. ويقول الشيخ عواد الزوبعي، وهو من أهالي منطقة أبو غريب غربي بغداد للعربي الجديد، إن معاناة مناطق حزام بغداد ناجمة عن الاستهداف السياسي والطائفي لتلك المناطق، مردفاً في كل يوم نسمع تصريحات من سياسيين كبار في الدولة يصفون مناطقنا بالطائفية وأنها أوكار للإرهاب وأنها بؤر للتنظيمات المسلحة وغيرها من التوصيفات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وأكد أن تلك التوصيفات تطلق حتى في أوقات لا تسجل فيها أعمال عنف، بل إن مناطقنا باتت أكثر أمناً من قلب بغداد، كما أن الأهالي وغالبيتهم من ذوي الدخل البسيط يسعون لمعيشتهم وأعمالهم البسيطة لكسب قوتهم اليومي، لكن الإجراءات الأمنية تشل حياة مناطقنا وتتسبب حتى بقطع أرزاق الأهالي. وتضيف الصحيفة، وتعد مناطق حزام بغداد وهي التاجي وأبو غريب والرضوانية واليوسفية والتي تطوق بغداد تعد من أسوأ مناطق العاصمة عيشاً، إذ أنها تشهد منذ سنوات طويلة تشديداً أمنياً ومنع الدخول إلا ببطاقة سكن وقطعاً لأغلب الطرق وشللاً لمرافق الحياة حتى أصبحت مناطق يصعب العيش فيها.
عودتنا الولايات المتحدة الأمريكية على مواقف متغيرة ومتقلبة ومختلفة إزاء الصراع السوري وإزاء الطرفين المباشرين فيه، أي النظام والمعارضة السياسية والمسلحة، كما إزاء القوى الإقليمية والدولية المنخرطة فيه بطريقة مباشرة وغير مباشرة عن التقلبات الأمريكية في سوريا. يكتب ماجد كيالي في صحيفة الحياة اللندنية. بيد أن النقلة الأساسية التي ينبغي ملاحظتها في تقلب مواقف الولايات المتحدة تتمثل في التصريحات الصادرة من بعض المسؤولين ومنهم وزيرا الدفاع والخارجية وغيرهما، والتي مفادها أولاً أن الولايات المتحدة لن ترضى بأي مسار تفاوضي غير مسار جنيف وتحت مظلة الأمم المتحدة، ما يعني القطع مع روسيا ومع مساعيها المتمثلة في مسار أستانا، ولا سيما في المسار الآخر الذي تعول عليه كثيرا وهو مؤتمر سوتشي. ثانيا، الإعلان أن الولايات المتحدة لن تشارك في تمويل عمليات الإعمار في سوريا مع بقاء نظام الأسد في السلطة، أو قبل إيجاد استقرار سياسي يجمع عليه غالبية السوريين. ثالثا، أن الولايات المتحدة لن تسمح بممر لإيران إلى لبنان عبر سوريا، وهذا موجه ضد إيران تحديدا وميليشياتها، وقد تم ترجمة ذلك بتوجيه ضربات عسكرية للقوات الإيرانية أو الموالية لها. رابعا، لقد ترجمت الإدارة الأمريكية كل هذه التوجهات برصد نحو 500 مليون دولار لدعم فصائل معارضة وإنشاء جيش قوامه 30 ألفا لحماية الحدود السورية مع تركيا والعراق وشرق نهر الفرات. ويضيف الكاتب: هل المتغيرات الأمريكية هي فعلا بمثابة إعلان عن انخراط جديد للولايات المتحدة في الصراع الدائر في سوريا، بعد أن كانت تكتفي بدور المراقب لصراعات القوى الدولية والإقليمية فيها؟ وهل هناك قرار حقا بتحجيم نفوذ إيران في سوريا والعراق، بعد أن كانت الولايات المتحدة قدمت العراق على طبق من فضة للنظام الإيراني وأتباعه من ميليشيات طائفية؟ ثم أين يضع ذلك روسيا؟ فهل انتهت مرحلة التوكيل الأمريكي لروسيا؟ إلى الأخبار المنوعة، وفيها اخترنا لكم هذا الخبر: حيث فقدت أسرة باكستانية ابنها الأكبر حين حاولت التبرع بجزء من كبده لإنقاذ والده المريض بالرغم من تحذيرات الأطباء وأفراد العائلة. وقالت صحيفة تريبيون الباكستانية إن قمران لاغاري 24 عاماً توفي أثناء خضوعه لعملية نقل جزء من كبده إلى والده المريض مجاهد خان لاغاري 50 عاماً. وقرر قمران الذي كان يعمل مهندساً كهربائياً الخضوع للعملية الجراحية لإعطاء جزء من كبده لوالده المصاب بفشل الكبد بالرغم من تحذيرات عائلته والأطباء. وذكرت الصحيفة أن قمران أصيب بعدد من المضاعفات خلال العملية الجراحية أدت إلى وفاته، وأشارت إلى أن والده لا يزال يرقد في وحدة العناية المركزة، ولم يصل إليه خبر وفاة ابنه الأكبر بعد. قد يبدو أن في المسألة تهور، ولكن فيها لربما طاعة للوالدين. نذهب وإياكم الآن إلى الكاريكاتير.
ختام صدى الأقلام، نلتقيكم لاحقا على خير، إلى اللقاء.